انا اتعلقت بحد جدا 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 لدرجه ان انا مفيش اي مره من المرات هي تطلب مني حاجه غير اما اعملها لها، وفي حد تاني يقول لي لا هو ده كده مش تعلق، انت كده بتحبها. وتيجي مثلا ست كبيره جدا تقول لي على فكره انت مش بتحبها، انت بس متعلق بيها وما وصلتش لدرجه الحب، وفي حد يقول لي العكس. ايه الفرق ما بين ان انا اتعلق بحد وان انا احب حد؟ مشرفني ومنورني دلوقتي في شارع النهار رشا سلامه، اخصائيه العلاقات الزوجيه. ازيك يا رشا؟ ازيك يا حسين؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. الاثنين واحد، اما اتعلق بحد واحب حد مش الاثنين واحد؟ يعني مسميات مختلفة مرتبطين ببعض. عارف مثلا لو حبيت اوضحها لك، عارف لما يكون عندك دايرة ودايرة والاثنين بيوفرلاب وكده بيجوا فوق بعض شوية، ففي كومن اريا كده، في أيوه. مسافة او مساحة مرتبطة، هي يعني حاجة شبه كده يعني. طيب اقدر اعرف منين او انهي اللي اقوى، التعلق ولا الحب؟ طيب خلينا نمسك القصة من اولها. يلا. طيب الطفل لما بيتولد هل بيبقى عنده حب لمامته؟ اعتقد لا. بالظبط، ده اسمه تعلق. تعلق جاي منين؟ الطفل اهم حاجه عنده هو الاحساس بالامان اللي بيلاقيه من خلال الام، فبيتعلق بيها. اوكي، فده مهم جدا ان احنا نفهم ان جزء كبير من تعلقنا باي شخص بيبقى راجع لاحتياجنا للاحساس بالامان. تمام. الشعور بتاع الحب ده يعني بيقولوا العلماء ان هو بيبتدي يظهر عند الطفل في حدود السنه، لما يكون عنده سنه. اوكي، وبيبتدي بقى يتطور. فدي نظريه بيحصل، فبيبتدي بالتعلق وبعدين بيتولد عنده احساس الحب. طيب احنا التعلق عندنا بقى في انواع مختلفه من التعلق. في حاجه اسمها نظريه اسمها ذا اتاتشمنت ثيوري، نظريه التعلق. نظريه التعلق بالظبط كده، واللي هي بيقول لك انه كل ما كان التعلق في كذا نوع، في السكيور اللي هو الامان الامن، التعلق الامن، وده لما بنكبر بيتمثل في قدرتنا على ان احنا نعمل علاقات صحيه، لان احنا حاسين بالامان فمش حاسين باي مخاوف، مش حاسين ان احنا متوترين. النوع الثاني اللي هو النوع التعلق اللي فيه توتر، اوكي، ودوت ممكن يكون في بعض المشاكل لما نكبر بتتمثل في علاقاتنا. ونوع الثالث اللي هو التجنب، avoidant attachment، اللي هو فيه تجنب. يعني تعلق إيه فيه تجنب؟ يعني ايه التعلق الموتر؟ الموتر اسمه، يعني ايه التعلق الموتر؟ طيب التعلق الموتر او اللي هو anxious ده اللي هو الشخص اللي دايما بيفكر كتير في العلاقه، بيقلق وبيحصل له عدم توازن كده لما يبقى فيه مشكله في العلاقه بتاعته، يبقى دايما محتاج يحس بالامان، فدايما بيبقى عنده متطلبات ممكن في العلاقه، فده بيترجم بقى ممكن لمشاكل او فده كده. ده انت كده حاجه بتقولي ده تعلق غير سوي. بالظبط، ده تعلق. بس ليه ممكن يبقى غير سوي؟ ما انا ممكن احب واحده النهارده ويبقى في بيني وبينها مشكله، مراتي انا ومراتي، وفي بيني وبينها مشكله، وابقى في حاله يعني انسجام. يعني تعلق بانسجام اللي هو السكيور اللي هو الامن، هو ده الصحي اللي احنا نقول عليه صحي. احنا عندنا بنقول عليه الامن، السكيور اتاتشمنت. بس فالامن ده هو اللي انت بتوصفه. حلو. اللي هو التعلق اللي انا اولا عندي استقلاليتي وبحترم استقلاليه الطرف الاخر، وما بحسش بالتوتر يعني، او ان انا مثلا محتاج ابعد، بعرف احتوي اللي قدامي. يعني انت النهارده بتقولي لما الست تبتدي تحلق على جوزها، تبتدي تبقى معاه، هي كده خرجت من التعلق الامن. اما تبتدي تحلق عليه بزياده، تو ماتش. بالظبط، مكالمات يعني تليفونات اللي هي كده، وفي نفس الوقت لما تبعد عنه تبتدي تبقى قلقانه وخايفه اللي هو يتاخد او كده. بالظبط، او تقعد تفكر مثلا هو بيحبني، لا هو ما بيحبنيش، ده هو عايزني مش عايزني، الافكار دي كلها ده التوتر. ده كده طلعنا من مرحله التعلق الامن، رحنا التعلق الموتر. بالظبط. الثالثه بقى، الثالثه بقى اللي هو الافويدنت، التعلق اللي فيه تجنب، خلاص. ده الشخص اللي بيحب قوي الحريه بتاعته والاستقلاليه، فعلى قد ما هو بيبقى عنده احتياج ان هو يبقى مع شخص اخر، ولكن في نفس الوقت برضه بيبقى بيقدس قوي استقلاليته، فيقعد يدي مثلا ايه علامات كده
مش ميكست مسجز يعني. بس ده خدي بالك احنا في ولاد كتيره جدا في جيلنا كده جدا، ولاد كمان بالذات بالظبط. ان هو بالزبط. ممكن مثلا يبقى خايف ان في واحده تسلبه حياته او ان هي توتره، او هو ممكن فعلا يبقى بيحب استقلاليته. والله صدقني يا حسام كمان في بنات كتير جدا كده، ان هي مش متوقفه على نوع يعني ذكر او انثى، بس يعني شخصيه كده يعني الاسلوب بتاعها كده. طب هنا ايه، مش بيحبوا يكمبرومايزوا مع بعض يعني؟ يعني هي ولا هي عايزه تقدم خطوه ولا هو يقدم خطوه، فبالتالي هي بتحب استقلاليتها وهو بيحب استقلاليته فبيعيشوا لوحدهم. يعني هنا بقى لازم يبقوا الواحد لما بيفهم النظريات دي كلها بيحاول بقى بتديله شويه مجال ان هو يعدل نفسه، فيبقى في علاقه واضح من الاول ان انا بفضل دوت، فلازم الشريك اللي معاه يبقى فاهم ان هو كده، فيديله مساحته اكتر، ما يخنقش قوي عليه لانه يعني هيضيع منه. وبقى في دراسات كتير اتعملت في النظريه دي بتقول لك دايما انه الانكشس دايما بيبقى مع الافويدنت، فطول النهار في مشاكل. في مشاكل اللي هو المتجنب اللي هو اللي بيحب يتجنب، تعلقه فيه تجنب واللي تعلقه فيه توتر، الاثنين بيبقوا مع بعض. اوكي. فالمتوتر ده دايما طول النهار قلقان والتاني طول النهار عمال يجري منه. فبيدخلنا بقى في يعني مش عايزه ادخلك في مواضيع كتير يعني، بس خالص. ديناميكيه من ديناميكيات التواصل اللي هي بنسميها ديماند وذرول. طلب وانسحاب. انسحاب. طب رشا هسالك سؤال، انت في اول الانترفيو قلتي لي بص يا حسام خد بالك انه احنا النهارده لو في ناس بتدور على علاقات هم فاكرين ان هي حب وهي مش حب، هي تعلق علشان بيدوروا على امان معين. يعني افهم من كده ان لو في واحده بنت بتحب الرجاله الكبار از ان انا بحب، انا في دماغي ان في راجل كبير عايز اتجوزه، عايز اتجوز واحد عنده 40 سنه. بحب انا ممكن ابقى عارف بنات تقول لي انا بحب الراجل الماتيورد اللي عنده 40 او 45 سنه. هل ممكن تبقى هي عندها احساس بفقدان الحب من ابوها؟ ممكن او الميل فيجر او الفاذر فيجر اللي هو اسمه ايه، اللي هو اسمه صوره الاب او حنيه الاب، فبتدور عليها فبتفتكر ان ده حب ان هي عايز تتجوز راجل كبير، في حين ان ده تعلق بحنيه الاب. بالظبط. طبعا يعني ده بنشوفه كتير جدا، والنظريه دي موجوده ويعني منطقيه جدا 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 يعني. طبعا ما نقدرش نعممها في حالات استثنائيه، ولكن طب هتحليها ازاي دي يا رشا؟ لو احنا النهارده كل واحد فقد حب مامته وهو صغير، ولما بيكبر بيحب يعني حب ست كبيره وعايز يتجوزها، فيبتدي العيله يقولوا لا، فهو هو متعلق مش بيحب. لان انا كده بقى فهمت فهمت بالاكزامبل اللي رشا او بالمثال اللي رشا شرحته في الاول عن الطفل، ان هو الطفل ده اول ما بيتولد ما بيحبش امه، بس بيتعلق بيها لحد ما بيوصل لسنه يبتدي يوصل المراحل ده. الناس دي هنعمل معاها ايه؟ ما غصب عنها، ما هو فقط حاجه بيدور عليها في حد تاني. بالظبط. احنا يعني في شغلنا في العلاج النفسي دايما بنحاول نخلي الشخص يفهم، يبقى عنده وعي، يبقى فاهم اختياره ده جاي بناء على ايه. انا لما بختار شريك حياتي، والكلام ده ينطبق على اي حد فينا، ممكن نستخدم نظرية التعلق دي في ان احنا نفهم احنا بنختار ليه. ممكن في نظريات تانية كتير طبعا، يعني في مثلا حاجة اسمها الايموشنال بروجرامينج، ان احنا من سن واحد سنة لخمس سنين بيحصل عندنا نسبة كبيرة من البرمجة العاطفية بتاعتنا، يعني اللي بتحدد احنا بنحب ازاي وبنحس ازاي وبالتالي اختياراتنا بتبقى ازاي. والمرحلة دي بتنتهي تقريبا عند 15 سنة، فمدتها قصيرة جدا. فدي نظرية تانية بتساعدنا ان احنا نفهم احنا اختياراتنا دي ماشية ازاي. وهنا بقى هي ليها يعني حرية الاختيار، انا فاهمة انا بختار على اساس ايه وليه، فاهمة نفسي. وده مهم جدا دايما نقول يعني الاختيار ايه هو، يعني ازاي اعرف اختار. اعرفي نفسك الاول واعرفي انت عايزة ايه، او اعرف نفسك واعرف انت عايز ايه عشان تعرف تختار اللي انت عايزه. فوانس ان هي فهمت هي عايزة ايه، وبتبتدي نحط بقى ايه اللي ممكن يحصل، شكل حياتها هيبقى عامل ازاي، او شكل حياته هيبقى عامل ازاي بارتباطه بحد اكبر منه سنا او اصغر منه سنا او ايا كان. النهارده لما في حد بيتعلق بحد وفي حد بيحب حد، انهي البوند بيبقى اكتر؟ انهي التواصل بيبقى اكتر، الحب ولا التعلق؟ انهي اعلى يعني بمعنى اصح، ايه اللي بالنسبه للبني ادم اجمد، الحب ولا التعلق؟ بص، الحب اللي احنا بنعيشه في اول مراحل العلاقه ده
دي بيبقى دايما فيها هرمونز كتير قوي، في بالذات الاوكسيتوسين اللي هو احنا بنسميه اللاف هرمون، هرمون الحب، ده بيبقى موجود جدا. اسمه ايه يا دكتور؟ اوكسيتوسين. اوكسيتوسين yes. انا بس عشان اعرف اسمه. اوكي ده هرمون الحب. هرمون الحب بالظبط. يعني انتوا النهارده كده يوم تقعوا لشوشتكم تعرفوا ان هرمون الاوكسيتوسين ده بالظبط يعني بغرق الدنيا يا رب كلنا يبقى عندنا هرمون الاوكسيتوسين بالظبط. فده اللي بيبقى موجود في اول العلاقه، الحب والشغف والانبساط والاحساس العصافير ده اللي احنا بنوصفه دايما. مع مرور الوقت احنا كبشر كطبيعتنا بنبقى دايما مايلين للاستقرار، للسكيورتي، للامان. ايه اللي بيدينا ده؟ علاقه سويه مستقره. فبنبتدي ايه واحده نطلع من الفيز دي ونروح للمرحله الثانيه دي. مشكله المرحله الثانيه دي ايه؟ بيبقى فيها عاده ملل. صح. الناس بتزهق. لا احنا عايزين الحب والشغف بتاع اول العلاقه ده راح فين؟ ده مش يعني الناس دايما بتسال كده. ف الصح ان احنا نحاول نبقى نلاقي معادله ما بين ان احنا كل فتره مثلا ناخد اجازه او كل اسبوع، مش لازم نعمل حاجه فظيعه، بس حاجه فيها تجديد للعلاقه من خلال اي نشاط مشترك ما بين الزوجين. ونفهم برضو انه احنا عندنا احتياج كبني ادمين للاستقرار دوت، مش هيبقى متوفر غير من خلال ان احنا نروح الناحيه الثانيه اللي هي بتاعت اللي فيها الاستقرار برغم وجود الملل يعني. طيب انا النهارده لو انا النهارده متعلق بحد خلاص، وانا متاكد ان هو ده مش الالتيميت لاف او الحب الرهيب خلاص، وعارف ان ده بسد نقص عندي، ازاي اعالج نفسي؟ يعني انا عارف كويس قوي انه انا علشان خاطر فقدت عيلتي فبدور على الامان في بني ادمه معينه، انما انا ما بحبهاش، بس انا عايز الامان اللي يجي ورا الشخصيه دي اللي تعيش معايا فاعمل اسره. خلاص فبدور على الامان اللي هو اسمه ايه؟ السكيور اتاتشمنت او يعني هو مش سكيور في الحاله دي قوي، هو اكتر انكشس لو حبينا نصنفه، يعني اللي هو المتوتر موتر. بص من اللي انا شفته يعني في خبرتي يعني واللي بشوفه دايما انه ده بيباك فاير، بيجي عليه قوي بيجي عليه قوي قدام. ليه؟ يعني انا بختار بعمل قرار عقلاني بحت بعد شويه، ودي شفتها كتير بجد يا حسام، انا مش قادر. لان هو خلاص لان هو كان هو مش من قلبه، يعني هو فعلا ما حسش ده كان عايز. احساس الحب ده مهم، احساس الكونكشن ده، التواصل ده اللي بيحصل على المستوى الروحي اللي هو الحب، الشعور ده مهم. يعني انت معنى كده يا رشا بتقولي ان الحب اقوى من التعلق، لان الحب بيدوم، التعلق عشان عندي نقص فبروح فبيبقى موتر. يعني التعلق خليني بس يعني مش هحط واحد غير التاني. التعلق زي ما نقول ايه، بيجي الاول وبعدين الشعور بيتولد. اوكي يعني انا لما بشوف حد وبحبه بس خلاص انا حبيته، ده بيبقى لانه تعلقت بحاجه فيه معينه بس، فده ترجمته الحب. بس الحب هو شعور في الاساس، قدام بقى شويه في العلاقه بنقلب بقى معنى مفهوم الحب ده، بنخليه بدل ما هو شعور بنخليه فعل او اكشن اللي هو بيبتدي بقى فعلا. يعني مش كفايه ان احنا نحس، لا احنا عشان نفضل نحس الاحساس ده، لان هو الاوكسيتوسين خلي بالك لو احنا قلنا ان هو ده هرمون السعاده بيزول بعد في خلال سنتين اون افريج ساينتفكلي. يعني النهارده لو في واحده بتحب واحد او واحد بيحب واحده بالزبط. الحب ده بيبتدي يفيد او كده بيقل، الهرمون ده بيقل في جسمنا في خلال سنتين، بيبقى موجود طبعا بالذات لما بيكون في علاقه حميمه ما بين الزوجين وكده، بس مش بنفس الانتنسيتي. اوكي ف بيقل. يعني هو بيقل، فبالتالي انا لازم اعيد، لازم يبقى فيه دايما اوجده تاني. فاوجده ازاي؟ لازم الاثنين الزوجين يبداوا يعملوا بالزبط. حاجات جديده انشطه جديده. هنا بقى بنقول انه الحب بدل ما هو بقى شعور، مجرد شعور، لا هو كمان بقى فعل، حاجه لازم نعمل حاجه علشان نعيد الحب والشغف والباشن والحاجات دي كلها. رشا سلامه اخصائيه العلاقات الزوجيه، انت شرفتيني ونورتيني في شارع النهار، وده كان فقرتنا النهارده، الفرق ما بين الحب او التعلق، انتوا بقى بتحبوا ولا متعلقين؟ انتوا اللي تردوا على السؤال ده، فقرات كتيره جدا في شارع النهار على قناه النهار، استنوا.